بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم. أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، حلقة جديدة من برنامج توضيح المسائل من خلال هذا البرنامج المبارك وهذه الشاشة المباركة، وبعون من الله سبحانه وتعالى نجيب على جميع أسئلتكم الفقهية إن شاء الله تعالى. رحبوا معي أحبائي المشاهدين بضيفي الكريم سماحة السيد مناف الجزائري، حياكم الله سماحة السيد. الله يحييك، أسعد الله أوقاتكم. الله يوفقكم إن شاء الله لكل خير أستاذ حسين الأميري، تلميذكم سيدنا، وأشكركم وأشكر الكادر الرائع لهذه القناة المباركة، وأرحب بكم جميعا وبجميع المشاهدين الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة الدين وإحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بارك الله بكم سيدنا العزيز. وإحنا طبعا نواعد السادة المشاهدين أنه نجيب على أسئلتهم طبعا المطروحة من خلال وجودكم المبارك. الله يعطيكم الصحة والعافية وأعيدكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، بارك الله بكم. اللهم آمين يا رب العالمين. نعم أحبائي المشاهدين، أذكر وأنوه على الرقم الظاهر على الشاشة، بالإمكان أرسال أسئلتكم الفقهية إن شاء الله عبر الواتساب، طبعا برسالة نصية إذا الشخص يحب، وأيضا إذا يحب يرسل فيديو مسجل إليه يكون الصوت واضح إن شاء الله على مود يطلع ويانا بالحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نعم سيدنا العزيز، الله يبارك بكم ويرعاكم. أول سؤال في حلقة اليوم من الأخت أم أفيان، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أني أتوضأ بس بمكياج خفيف يبقى على وجهي وبعدها أصلي، هل هذا الشيء جائز أم غير جائز؟ نعم، نشكر الأخت على هذا السؤال. طبعا بشكل عام أنه أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل، يعني البدن جسم الإنسان، إذا كان على البشرة شيء وتيقن المكلف بأن هذا الشيء له جرم ويكون مانعا عن إيصال الماء إلى البشرة، نعم، عن وصول الماء إلى البشرة، قطعا يجب إزالته. جميل، يلا يتوضأ أو يغتسل. وكذلك إذا شك، يعني أنا مخلي فد كريم أو دهون مساحيق زين مشاكل على عضو الوضوء أو الغسل، وشككت بأن هذا مانع لو مو مانع، مثل هذه الحبر زين أو مثلا الجوهر اللي موجود من قلم الجاف ومشاكل، أشكا بأنه هذا مانع لو ممانع يجب إزالته، يعني بقدر الإمكان أنا أسعى بأن أزيله قدر الإمكان قدر ما أستطيع، ثم بعد ذلك أتوضأ وأغتسل. نعم، وإلا هذه المساحيق وهذه الكريمات اللي يخلنها النساء كذا، يعني أيضا نفس الحالة، لازم أتيقن بأنه الماء يصل إلى البشرة، يلا أتوضأ حتى سواء كان خفيف أو ثقيل. جميل، يجب إزالته. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من أحد الأخوة الأعزاء من اليمن السعيدة، الأخ أبو رعد القاضي، نسأل الله بحق الحسين لهم الفرج العاجل إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، يقول: ما حكم الزاني المتزوج؟ طبعا هذا في إصطلاح الفقه يسمى بالمحصن. نعم، يعني إذا كان متزوجا سواء كان الرجل أو المرأة، هذا حكم طبعا الرجم إذا ثبت عليه الزنا. نعم، إذا ثبت عليه الزنا بأربعة شهود
وثبت عند القاضي بأنه يعني عند الحاكم بأنه هذا زاني سواء كان الرجل أو الامرأة يرجم. نعم. حتى الموت. أما إذا لا مثلا هذا الشخص إما عن طريق الشهود وإما عن طريق الإقرار يقر بنفسه بأنه ارتكب الزنا أيضا يثبت عليه الزنا ويرجم إذا كان متزوجا. أما إذا كان غير متزوج لا فيجلد. هذا حكمه بالفقه الإسلامي. أما إذا لا الإنسان نادم على هذا العمل ارتكب هكذا معصية والعياذ بالله وندم على هذا العمل يستغفر ربه ويتوب من هذا العمل وأن لا يرجع إليه مرة ثانية بينه وبين الله. أحسنت بارك الله فيكم سماحة السيد. أيضا سؤال من الأخوة الأعزاء طبعا من محافظة البصرة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم الثلاثاء أذهب إلى كربلاء هل ممكن أن أصوم؟ طبعا الصيام في السفر هو غير جائز ما دام أن الشخص مسافر وصلاته قصر لا يجوز له الصوم. أما بحالتين يستطيع الشخص عند السفر أن يصوم. الحالة الأولى إذا نوى الإقامة 10 أيام، نعم، لأنه المكان والمحل الذي يقيم فيه 10 أيام يعني يدرب نفسه بأنه راح يبقى هناك 10 أيام راح يستقر هناك 10، هذا في حكم الوطن صلاة تصير كاملة وصيامه أيضا صحيح. نعم. بالنسبة إلى الإقامة ما دام أنا أذكرت قضية الإقامة لأنه أكفت شبهة عند الناس يتصور بأنه 10 أيام إذا زاد يوم أو يومين ما يصير لازم يجدد 10 ثانية، لا، هو الإقامة حد الأقل أن يبقى 10 أيام. هسه ما زاد على 10 أيام بيوم أو يومين أو 3 كل هاي الفترة اللي راح يبقاها هو يصلي تمام وصيامه أيضا صحيح. هذه الصورة يجوز له الصيام في السفر إذا نوى الإقامة 10 أيام فصاعدا، أو لا إذا يريد يروح يوم واحد مثلا مثل ما أتفضل السائل بأنه يريد يروح يوم الثلاثاء، نعم، يطلع من بعد أذان الظهر من وطنه. جميل. يخرج من وطنه بعد أذان الظهر، زين، إذا صار وقت صلاة الظهر هو على صيامه ويطلع صيامه صحيح. نعم. نعم هناك يصل مثلا إلى المغرب يصل بالليل هو صيامه صحيح. جميل. لكن يوم ثاني بعد إذا ما يريد ينوي إقامة ما يقدر يصوم. نعم. فقط اليوم اللي سافر به إذا خرج من وطنه بعد أذان الظهر. جميل. وإذا رجع مولانا قبل أذان الظهر باليوم الثاني هل يجوز للصيام يطلع صائم من كربلاء؟ يعني مثلا هو يقصد أنه يصوم بحيث إذا وصل إلى حد الترخص إلى وطنه يجدد النية قبل الظهر. نعم. أن يصل قبل الظهر إلى وطنه يجدد النية ويصوم. أحسنتم. طيب الله أنفاسكم سيدنا العزيز. أيضا لدينا سؤال من الأخ ياس من محافظة ميسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان شخص يصوم 3 أشهر طبعا مستحبة يقصدنا الأخ ويصلي الليل ولكن ينافق ويسوي فتنة وأيضا ناس بطلت من العمل بسببه فما حكمه؟ هذا طبعا هاي من المسائل الأخلاقية. نعم. يعني أخلاقيا لكل عمل أثر، لكل عمل أثر. مثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني إذا كان بأنه هذه الصلاة لا تنهانا عن الفحشاء ولا عن المنكر إذن ما تحققت بشكلها الصحيح. مثلا الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، التقوى من آثار الصيام. إذا الإنسان ما صارت عنده تقوى إذن العمل هذا ما أدى بشكل صحيح. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كل بحسبه. نعم. فإحنا ما نقول هذا مثلا عبادته باطلة أو عمله مو صحيح،
هو القبول وعدم القبول عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هكذا إنسان عندما يكون مواظبا على المستحبات، مواظبا على هذه الأعمال العبادية، لا يتظاهر بها فقط مجرد يعني تظاهر، والعياذ بالله، هذا يصير رياء، هذا عمله مو صحيح. فيحاول بأنه يطبق نفسه مع هذا العمل الصالح، ويراعي حقوق الآخرين، وأن لا يتسبب في المشاكل إليهم. وقلت لك بأنه في الواقع أنه الحرام واحد، والواجب والمستحب هم واحد. نعم. كل واحد إلى ثوابه، وكل واحد إلى عقابه الواحد. إحنا ما نقول بسبب هذا المحرم يعني عمل الواجب يبطل، ما عندنا هيك شيء. ومسألة أنه لا يرتكب الخطأ ولا يرتكب الذنب، من يصلي ومن يصوم ومن كذا، هذا ما حد يقدر عليه العمل إلا المعصوم. صحيح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لم يعمل بهذه الآية إلا نحن أهل البيت سلام الله، يعني المعصومون. أما أن شنو يا أمير المؤمنين؟ قال أما أنتم نزلت بكم هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما استطعتم، يعني على قدر إمكانك أنك تتق الله ولا تخطأ ولا ترتكب الذنوب والمعاصي. أحسنتم. طيب الله أنفاسكم سيدنا العزيز. أيضا سؤال من أحد الأخوة الأعزاء يقول ما هو حكم النذور التي لم يوفيها الشخص بسبب نسيان النذر ومحتوى؟ قطعا أنه إذا كان ناسي وما يدري بأنه أدى، يعني هو كان ناذر مثلا نذر معين ونسى، إذا ما تذكره فهذا ساقط عنا التكليف. وإذا لا، متى ما تذكر بأنه كان ناذر وما أدى هذا النذر مالته. إذا كان النذر إلى فد وقت معين ووقته انتهى وتجاوز، أيضا يسقط عنه، لأن النسيان يسقط التكليف بهذه الحالة. أما إذا لا، هذا النذر مالته ما إلى وقت معين، نذر قبل، زين، نذر مطلق يسمى، فهذا نعم متى ما تذكر يؤدي نذره. أحسنتم سيدنا العزيز. أيضا للنذور طبعا هناك لفظ خاص للنذر سماحة السيد. نعم. بس خلينا نبين هاي الصورة نوضحها. نعم. والنذر فقط لله سبحانه وتعالى. أحسنتم. نعم. أنه النذر كبقية الأمور مثل القسم ومشاكل إلى صيغة معينة. نعم. لله علي، هاي اللفظتين لله علي يجب أن تقال. إن قضيت حاجتي مثلا أتصدق بكذا، أصوم، أصلي، لله علي إن قضيت حاجتي. نعم. هاي الكلمتين هي صيغة لله علي. جميل. يعني النذر لله عز وجل. نعم. مثلا أتصدق، أو مثلا أقوم بكذا عمل، أطبخ طعام وأبذل هذا الطعام وثوابا للحسين عليه السلام، ثوابا لأبي الفضل عباس عليه السلام، ثوابا لكذا، هذا هو صيغة النذر لله علي. لجميع النذور سماحة السيد يجب أن تقال هذه الجملة. أحسنت. لله علي، حتى الإنسان إذا ينذر مثلا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم. يجب أن يقول هذه. نعم. الصيغة، حتى أنه يعرف بأن النذر بالواقع لله عز وجل. نعم. أما الثواب والأجر يريد يبعثه لأي واحد، لوالديه مو إلا للأئمة. نعم. جائز. لله علي إن قضيت حاجتي أن أتصدق ثوابا لوالدي، لوالدتي، للمؤمنين، للمعصومين، بكذا شيء. هذه أيضا شبهة سماحة السيد نرفعها الآن من خلال برنامج توضيح المسائل للمخالف. طبعا يقول أنه أنتم تطبخون للأئمة الأطهار، ولكن اليوم نبين لهم أنه جميع النذور هذه اللي تشوفونها لله سبحانه وتعالى. نعم. وثوابها يذهب إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم. أحسنتم سيدنا. طيب الله أنفاسكم. أيضا لدي سؤال، طبعا سؤال طويل سماحة السيد، ناخذ فاصل. أخوي الشرولي أنه عندنا فاصل إن شاء الله، ونرجع إلى خدمتكم ونسأل السؤال للأخت أم رضا من محافظة البصرة إن شاء الله.
نعم أحبائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل إن شاء الله. حياكم الله وبياكم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية. نعود وإياكم لكي نكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل. رحبوا معي مرة أخرى أحبائي المشاهدين بضيف البرنامج الكريم سماحة السيد مناف الجزائري. حياكم الله سيدنا العزيز. الله يحييكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم إن شاء الله. بارك الله بكم. نكمل ما تبقى من الأسئلة سماحة السيد اللي أرسلوها أن السادة المشاهدين. سؤال من الأخت أم رضا من محافظة البصرة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله سيدنا. طبعا راح أذكر صيغة السؤال باللهجة الشعبية سماحة السيد. تقول: وحدة يتيمة تقول لي أسوي ختمات لها، طبعا ختمات قرآنية، وتريد كل من ختمت الوحدة، هما طبعا أموات أربعة عندها اليتيمة، وهي أيضا تريد ختمة، فتصير خمس ختمات، فأنا ما أقدر أسوي خمس ختمات بشهر واحد، طبعا شهر رمضان المبارك، لأن الظروف تحكم أسوي ختمتين وأنويها عليهم كلهم. وأيضا يعني قالت لها أنه أبريني الذمة، أنا ما أقدر أسوي الخمس ختمات كلها. تقول: هل يجوز هذا الشيء أو حرام أنه نسوي كل من الوحدة؟ طبعا لكل ميت ختمة واحدة، وبعدين هي تنطيني مبلغ من المال وأنا ما أرضى أخذه، فهي ما تقبل تقول لي إلا تأخذي، ما أبريج الذمة إذا ما أخذتي، أنا ما عندي أحد غيرك يقرأ وأنجبر. طبعا اليتيمة تكلم الأخت أم رضا. هل يجوز أخذ المال منها وهي يتيمة؟ طبعا برضات نفسها هي يعني أعطتها المال. أرجو الجواب وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرا لكم على هذا البرنامج الرائع. طبعا نشكر متابعة الأخت العزيزة أم رضا، وشكرا على سؤالها. نعم سؤال وجيه. طبعا بشكل عام سواء كان ختمة أو أي عمل من الأعمال المستحبة، نعم، حتى الزيارة، حتى قراءة الفاتحة، أنت تقدر في ختمة واحدة أو في زيارة واحدة أو في فاتحة واحدة تبعثها إلى آلاف المؤمنين. جميل جدا. تجمع كل المؤمنين، مو بس خمسة، 500 5000. تقول أبعث ثواب هذه الختمة أو هذه الزيارة نيابة عن جميع المؤمنين والمؤمنات، هذه العمرة نيابة عن جميع المؤمنين والمؤمنات، هذه الفاتحة أقراها لجميع أهل القبور. تقدر تجمع في ختمة واحدة أكثر من شخص. أما إذا كان لا، قضية استئجار، يعني هي مأجرتها وشارطة عليها بأن تقرأ لكل شخص ختمة، هذه بعد مسألة استئجار، والمؤمنون عند شروطهم يجب أن توفي ما شرطت عليها المستأجرة، نعم، يعني هاي الشخص اللي أجرها، المرأة اللي أجرتها. أما إذا لا، هي تطوعا من عندها أصلاً، ما موقعز لا فلوس ولا إجارة ولا كذا ولا أجرة في مقابل هذا العمل، قلت لك في ختمة واحدة تقدر تجمع. أما إذا لا، قيدت أنه كل واحد تريد لختمة وتنطي في مقابل كل ختمة لكل شخص مبلغ، نعم، ما يجوز لها أن تأخذ أكثر من حقها، يعني لازم تسويها مصالحة، ترى يا أنا مثلاً بالشهر ما أقدر أسوي أكثر من ختمتين، نعم، تردين أجمع كل أمواتك بهذه الأربعة الخمسة بهذه الختمتين، أو لا تريدين أن هذه الختمتين أنا أقراهن وختمتين أخريات أو ثلاث ختمات أخريات تنطينها الواحد آخر يقراها عنك. أحسنتم سماحة السيد. طيب الله أنفاسكم بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من إحدى الأخوات من العراق، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا والدي متوفي وعند قطعة أرض 8 دوانم ونص، أخوتي قسموها
بيناتهم طبعا الولد ستة واحنا البنات خمسة، يقولون البنات ما لهن حصة. العفو بس اريد الجواب، لان الارض كلها بنت الى اولادهم، اللي بقى من الارض هو شيء قليل، فما اعرف شنو الحكم. نعم، طبعا القرآن الكريم يبين مسألة الارث ويوصي جميع المسلمين من النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر مسلم يولد إلى يوم القيامة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الأنثيين. فالذكر إلى حصة كاملة، الأنثى إلها نصف هذه الحصة اللي للذكر. فالأخوات يستحصن من هذه الأرض، ولا يجوز للأولاد أن يمنعوا البنات من حصصهن. جميل جدا. شرعا مو جائز، يعني أكل مال اليتيم. لا حول ولا قوة. والقرآن الكريم يحذر من أكل مال اليتيم، ويقول يأكلون في بطونهم نارا، لا إله إلا الله، وإلها آثار وضعية في الدنيا قبل الآخرة، ما يجوز. نعم، أحسنتم. يجب إعطاهن حقهن، أو لا هن برضات نفسهن، هنا يا ما محتاجات، سواء كانت أرض أو غير أرض. إذا هي تنازلت من حسن ذاتها ومن طيب نفسها ما في إشكال أن يأخذونه، أما إذا لا هذا حقها، إذا ما كانت متنازلة عن حقها يجب إعطاؤها حقها. جميل جدا، أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا سؤال من أحد الأخوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله، سيدنا بلا زحمة، أنا أسكن الحلة ومحل دوامي اليومي وطيلة السنة في كربلاء المقدسة، طبعا من الحلة إلى كربلاء 40 كيلومتر تقريبا سيدنا العزيز، فإذا ذهبت إلى النجف الأشرف وهو على بعد مسافة 60 كيلومتر، هل صلاتي قصر أم تمام؟ هو حسب سؤال المذكور، يعني عمل اليومي يقصد بأنه يومية يروح ويرجع؟ نعم. إذا كان يومية يروح ويرجع هذا يعتبر كثير السفر، وعند بعض العلماء مثل سماحة آية الله العظمى سيدي السيستاني حفظه الله بأنه هذا كثير السفر، ويصلي صلاته تامة في كل مكان. جميل. حتى لو يروح للنجف إذا كان على طيلة سنة، بالأقل في الشهر 10 أيام هو يتردد يومية يروح يقطع هذه المسافة الشرعية يروح ويرجع. أما إذا لا، على سائر قول الفقهاء المشهور، يعني قول المشهور من الفقهاء من العلماء، لا، فقط في محل سكناه ومحل عمله يتم الصلاة، إذا ذهب إلى مكان آخر سواء النجف أو غير مكان للزيارة أو لعمل آخر يقصر. جميل جدا. نعم، أحسنتم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. أيضا سؤال من أحد الأخوة الأعزاء يقول: أنا صليت نيابة عن والدي ما فاتهم من الدهر لفترة 15 عاما، هل وفيت لهم علما أني لست الابن الأكبر؟ إذا كان مثلا أحد أبويه في ذمته صلاة، في ذمته عبادة، ويعلم بها مقدارها شقد، هو بيصلي بمقدار ويؤدي تلك العبادة بمقدار ما يعلم. أما إذا لا، كان ما يدري هو، يعني ما مطلوبين عبادة لو ما مطلوبين في حياتهم، مو واجب عليه أنه يصلي لهم. أما صلى لهم من أجل الثواب، يصلي لهم من أجل الثواب بمقدار ما صلى، هو إلى الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. أحسنتم. بعد أنه وفى لهم، لو ما وفى لهم بعد هذه بيد رب العالمين. نعم. أحسنتم سماحة السيد. أيضا لدينا سؤال من الأخت نسرين من محافظة المثنى تقول: السلام عليكم ورحمة الله، طبعا أنا عمري 18 سنة ودائما أبقى مكتئبة وأبكي بدون سبب، شنو سبب هذا الاكتئاب؟ تسأل الأخت نسرين. طبعا هذا السؤال أيضا
خارج عن نطاق موضوع برنامجنا وحلقاتنا. طبعا هذه فت حالة نفسية تحصل عند الكثير، مو في شيء طبيعي، يعني بعض الأمور وبعض الأسباب اللي تخلي الإنسان يصل إلى مرحلة الكآبة، نعم، إلى الضيق، ضيق الصدر، كما أنه أشارت بعض الروايات إلى هذه المسألة، وفيها علاج روحي. علاج روحي، مثلا هذه الرواية تقول بأن جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام شخص فقال له: يا رسول الله، إني أحس بضيق في صدري، متألم، مكتئب، مهموم، مغموم. قال له: اذهب. قال له النبي صلى الله عليه وآله: اذهب إلى يتيم وامسح بيدك على رأسه. جميل. فإنه في كل شعرة من رأسه تمر بها يدك تكون لك نورا يوم القيامة. ما شاء الله. فذهب هذا الرجل وصنع هذا العمل، يعني مر بيده على يتيم، يعني عطف عليه، أحسسه بالعطف والحنان. وإذا هذا، شوف التأثير اللي أثر على روحية هذا الشخص، فارتاح وانشرح صدره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، مثل ما أمرتني صنعت وانشرح صدري. جميل. أو مثلا يأتي شخص آخر إلى الإمام الصادق عليه السلام ويقول له: يا ابن رسول الله، أحس بضيق في صدري، متأذي، ما أدري ليش، مكتئب اليوم أنا. قال: لعله هناك مؤمن في أقصى الأرض تأذى وأنت تأذيت له لأذيته. الله. لأن الأرواح، أرواح المؤمنين، تلتقي. جميل جدا. فهذه أسباب كثيرة، ولكن الإنسان إذا أنه يريد يزول هذه الكآبة يحاول بعدة أمور طبعا موجودة في علم الأخلاق وفي علم الاجتماع وفي علم النفس موجودة. أولا احنا من الجهة الشرعية روايات أهل البيت عليهم السلام تشير لأنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فيحاول أنه يقرأ القرآن، ينشرح الصدر بقراءة القرآن، بالأدعية، بالمناجات، بالصلاة. هذه من جهة الشرعية والأمور الموروثة عن أهل البيت عليهم السلام. وأمور أخرى أيضا موروثة عن أهل البيت عليهم السلام، يوصون بالسفر، يوصون بمجالسة الأحباء والأصدقاء اللي يدركون هذا الأمر ويحسسونك بالراحة النفسية، بحيث أسرارك وأمورك الخاصة تقدر أنه تطرحها يمهم فيزيل همك وغمك. جميل جدا. هذه الأمور، نعم، أحسنتم. وإذا بعد ما وصل إلى نتيجة يعالج طبيب نفساني. أكيد طبعا. بارك الله بكم سماحة السيد. أيضا سؤال من الأخ ستار غريب من محافظة بغداد، يقول: لدي جلطة ولا أستطيع أن أصلي، وأيضا رمضان أول كم يوم ما صمت من عنده طبعا وقعت بالجلطة، شنو يؤمر الشارع المقدس اتجاهي؟ طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا أصحاب الأمراض الصعبة، بحق محمد وآل محمد. اللهم آمين. وأما بالنسبة إلى قضية السائل بهذه القضية، أولا الجلطة إذا سببت له في شهر رمضان، ويعني وقعت له في شهر رمضان واستمر، يعني صار مريض، هذا معذور، سقط عنا الصيام. نعم. أما بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. بأي حال من الأحوال، إذا كان هو يعقل ما يقول، حتى إذا ما كان بإمكانه أن يحرك جوارحه يساعدونه في قضية الصلاة، فحتى إذا ما استطاع أن يقف على قدميه يصلي من جلوس، إذا ما استطاع من جلوس فيصلي مستلقيا أو على أحد جوانبه، فالصلاة ما تسقط بأي حال من الأحوال، يصليها بمقدار ما يستطيع، بأي كيفية يستطيع.
بارك الله عنا الصلاة. أحسنتم سيدنا بعجالة سماحة سيد إذا سمحتم. طبعا أخير سؤال بالحلقة من أحد الأخوة أيضا يقول السلام عليكم، هل يجوز السجود على الحصى؟ أي نعم جائز، لأن الحصى هي من جزء الأرض، والنبي صلى الله عليه وآله يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم يجوز السجود على الحصى. أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة سيد، بارك الله بكم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة سماحة السيد مناف الجزائري، شكرا لكم. ولكم الشكر الجزيل. الله يحفظكم إن شاء الله. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.